الحقيقة من القصص من القصص الرائعة. اتفضل يا سيدي. من القصص الرائعة التي كان يطيب للراحل المبدع الكبير عدنان برازي أن يرويها، أنه عندما دخل الجزائر واغتيل الرئيس الجزائري ألقي القبض عليه، وقالوا له أنت جئت قريبا إلى الجزائر ومعك أوامر الاغتيال فيجب أن تعتقل. المهم قال للمحقق كيف تعتقلني وأنا من أنشدت في حب الجزائر؟ فقال له قل ما قلته في الجزائر. فقال قصيدة من أروع قصائده، أنا لا أحفظها لكن هي موجودة، قال قصيدة من أروع القصائد في الجزائر، فأكرموه ورحبوا به وأعطوه أفرجوا عنه، وحتى أعتقد حتى الوفاة كانت تعطيه الجزائر معاشا شهريا يذهب كل سنة لإحضاره. فالحقيقة أنقذه شعره في الجزائر من أن يتهم بأنه جاء بأوامر، لأنهم قبضوا على كل من دخل الجزائر حديثا وقالوا لهم أنتم من جاءوا بالأوامر، وكان يذهب ويأتي. الحقيقة هو كان مهموم بالشأن العربي، وكان يقول أنا من يعني من الجمهورية العربية المتحدة، كان يزال وكان من مؤيدي الوحدة بين مصر وسوريا، وأبعد لأجل ذلك من سوريا، لكن ظل متمسك بهذه الصفة أنه من الجمهورية العربية المتحدة. رحم الله المبدع الكبير عدنان برازي. سنستمع إلى كلمة ختامية من الأستاذ زينهم البدوي لأنه يريد أن يغادرنا، وأنا لن كلمة ختامية لهذا الملتقى. الكلمة المعبرة عن الإرادة الخيرة في حلبة الصراع بين الحق والباطل ينبغي أن تكون أقوى من القوة وأصلب من الفولاذ. من أجل ذلك أقول ما أجمل أن نلتقي على الوفاء، وما أجدرنا بالوفاء لمن هو جدير بكل صور التكريم والاحتفال. المبدع الذي أفنى عمره أداء لرسالته التي يؤمن بها إيمانا راسخا، ومن أجلها يضحي بكل غال ونفيس، هو جدير بالوفاء. ونحن حين نذكره بخير فإننا ننهض بأنفسنا نحن، ولله در القائل، وليس يعرف لي فضلي ولا أدبي إلا امرؤ كان ذا فضل وذا أدبي، لا يقر الفضل لذوي الفضل إلا أولو الفضل. نعم، إنها لأمانة وشهادة الحق، من يكتمها فإنه آثم قلبه. من أجل ذلك التقينا على الوفاء وشهدنا للرجل بما رأينا، ما رأينا منه إلا كل خير، وهو أفضى إلى ما قدم. ونحن أمرنا أن نذكر محاسن من رحلوا، وقد ذكرنا هذه المحاسن. يوما ما قيل لي وهل ترى نفسك بلا عيوب؟ فقلت من قال هذا؟ على أني أباهي بأن عيوبي لا تضر غيري. من منا معصوم؟
لا عصمة إلا للأنبياء. ولكن حسبنا فخرا أن تعد معايبنا وأن تنحصر في دائرة الإضرار بأنفسنا فحسب. العاقل دائما لا يصدر إلا ما ينتفع به، والكيس الفطن هو من لا يبرز منه إلا ما ينفع. دائما أقول إني أتعامل مع الجانب المضيء في الشخصية، ولا علاقة لي بالأحراش والأدغال. لكن تعاملي مع الجانب المضيء لا يعني بأني لا أدرك المظلم من الجوانب. وتغافلي عن الجانب المظلم لا يعني أنني لا أسعى إلى إضاءة هذه الجوانب المظلمة، ولا يعني إطلاقا ألا يكون لي موقف منها. إذا رأيت امرأة يسعى إلى إرضاء كل الناس فاعلم أنه ليس راضيا عن نفسه. رضاك عن نفسك يعني أن تكون أنت أنت، ولا يهمك إن كنت ستحظى برضا الآخرين أم لا. أنت مأمور بأن تسعى إلى إرضاء الخالق، ومن ثم هذه هي الدائرة الأولى التي ينبغي أن تكون القبلة التي تستقبل والغاية التي تؤمن. الدائرة الأولى علاقتك بربك، فإذا صلحت صلحت كل دوائر العلاقات الأخرى، علاقتك بأهلك وعلاقتك بأبنائك وعلاقتك بذويك وعلاقتك في دائرة العمل وفي محيط المجتمع الذي تحيا فيه. يقينا الراحل العزيز راض عن مسعانا الحميد إلى تذكره بالخير، ويقينا ما منا من أحد إلا وسيرحل. كل ما نصب إليه أن ينعم المولى علينا بمن يتذكرنا بالخير ويدعو لنا. لماذا؟ لأن الدعاء هو أعظم ما يستى إليه الآن، وأعظم ما ينتفع به للراحل. ماذا نملك له سوى ذلك؟ وهو لن ينتفع إلا بالدعاء في النهاية، حتى وإن ذكرنا مناقبه ومحامده. ما لم تكن أو ما لم يكن هذا التذكر مقرونا بالدعاء له فلا قيمة. من أجل ذلك نرفع أكف الضراعة ونبتهل إلى العلي القدير بأن يسبغ عليه خالص رحماته وأن يسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم من فضائل وقيم و أخلاقيات نبيلة تحتذى. اللهم أمين. تقبل الله منا جميعا وشكرا جزيلا. الحقيقة يعني مع شكرنا الجزيل لا نجد إلا كلام الله نهديه بهذه المناسبة للأستاذ زينهم البدوي. تفضلي حضرتك. حقيقة احنا سعداء بتقديم كتاب الله هدية لك، لأنه خير الكلام وخير ما أنزل.
بس يعني نتمنى سورة تذكارية مع حضرتك كل الحضور. لو حضراتكم تتفضلوا احنا هنكمل امسيتنا، بس عشان استاذنا من الصباح الباكر في اتحاد الكتاب فهو ان شاء الله معاكم. الاستاذ ايمان حجازي هتدير لان انا سأوصل شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.